بريح حمد لاعب فريق اتحاد البيضاوي سابقا ولاعب فريق شباب محمدية ودفاع حسين الجديد وشباب بن قرير. الآن كنعاني مع هاد الناس هادو اللي صراحة عطيتهم شيء الكثير، وأنا الآن حاليا كنعاني ظروف مزرية جدا. عندي الابن ديالي مريض وما لقيتش التفاتة من هاد الناس ديال الاتحاد البيضاوي والجامعة، وكنطلب من الناس ديال الجامعة الله يجازيهم بخير يشوفوا فينا شي شوفة. كنبيع ونشري في المواد ديال التنظيف جافيل تيت الصابون، وكنطلب من الناس يوقفوا معنا الله يجازيهم بخير، ولو غير ديبلوم بسيط باش نخدم انا باش نكون نحاول نحسن الوضعية ديالي اللي حاليا الان انا كنعيش عندي مرض. اللي كنشكر الاخ عادل الحنيوي اللي وقف معايا الله يجازيه بخير، والاخ محمد مازاني لاعب سابق اتحاد البيضاوي دجل العناصر وقفوا معايا باش عطوني باش درت العمليات بجوج الله يرحم ليهم الوالدين الله يجازيهم بخير. وكنطلب في هاد العواش الله يدخلها على الجميع بالصحة والعافية، الله يرحم الوالدين لما تشوفوش التفاتة صغيرة ولا تكون بسيطة تعاونوا معنا الله يرحم الوالدين باش ندير هاد الدبلوم هذا الله يجازيكم بخير. يوقفوا معايا باش ندير الدبلوم ديال التدريب. حاليا انا عانيت كنجري والناس ديال الاتحاد البيضاوي ما لقيتش، مشيت عند الكاتب العام على اساس اتيستاسيون جوار باش ناخذها من عنده ما شافش فيا. فريق الاتحاد البيضاوي دوز معاه مده 14 عام وانا في الاتحاد البيضاوي دوزيام ديفيزيون، يا مات المرحوم فاري الله ولي برحمه الله هو السبب ديالي تسجيل التحقق فريق الاتحاد البيضاوي. وعطيتهم الشيء الكثير والجزاء ديالهم هو هذا مرضوا لنا، ما عمر شي انسان تصنت لنا ولا شاف فينا شوفه شي التفاته ولو تكون بسيطه على الرمزيه ما كاينش. حاليا انا كنعاني بامرين وكنطلب من الناس ديال لا فيديراسيون الله يجازيهم بخير. الموضوع ديالنا هو ديال احمد هوبري، هذا اللاعب هذا اللي ضحى كثير ومارس كرة القدم وضحى مع الاتحاد البيضاوي ولعب معه كبير ولعب مع لعاب كبار مثل مع دياجور ضد الصالحي، لعب مع ضد ناس كبار ولعب مع جديده، لعب مع بن قرير. وهذا الانسان هذا راه خصو شي التفاته وانسان كي يعني 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 خصو 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 شي يد اللي تعاونوا وداك الشيء، وانسان ما عندوش بحالوش وعنده وليدات وعنده داك الشيء مأزم دابا، وخاص شي حاجه يوقفوا معاه، خاص الناس يوقفوا معاه، لان السيد هذا راه عطى كثير للاتحاد البيضاوي، خاصو واحد الاتفاده. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.